بمناسبة الذكرى 12 لاندلاع الثورة السورية، أطلقت السفارة الأمريكية في دمشق شهر المحاسبة لتسليط الضوء على الدعم الأمريكي للجهود الهادفة إلى مساءلة النظام السوري وحلفائه بشأن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. خلال شهر آذار مارس سنسلط الضوء على الطرق التي دعمنا بها ونواصل دعمنا لجهود المساءلة الدولية والسورية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في سوريا. وتعززت هذه الخطوة بقرار أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، فرضت من خلاله عقوبات على مرتكب مجزرة حي التضامن في دمشق في أبريل 2013 التي راح ضحيتها 41 مدنيا، وهو ضابط المخابرات في قوات النظام أمجد يوسف. الوزارة التي أعلنت عن هذا القرار في بيان لها دعت نظام الأسد إلى التوقف عن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان. تحيي الولايات المتحدة ذكرى الضحايا والناجين من مجزرة التضامن وغيرها من العديد من عمليات القتل الجماعي التي قام بها نظام الأسد. تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد إلى التوقف عن كل انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان بما فيها القتل خارج القضاء والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وعلى مدى عقد وثقت عدسات الكاميرات والمنظمات السورية والدولية ارتكاب النظام وحلفائه وأطراف سورية أخرى جرائم متعددة شملت قتل المدنيين وقصف المدن والقرى الآهلة بالسكان بمختلف الأسلحة بما فيها الكيميائية، ناهيك عن استهداف المستشفيات والمدارس والاعتقال والاحتجاز والإخفاء القسري لعشرات الآلاف.